أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي نازحين في مراكز الإيواء بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة على النزوح تجاه مدينة غزة عبر شارع صلاح الدين. وثقت كاميرا التلفزيون العربي شهادات نازحين قالوا إنهم ضربوا وأهينوا من جنود جيش الاحتلال. وأضاف النازحون أن جيش الاحتلال اعتقل عددا ممن كانوا معهم في المراكز واقتادهم إلى جهة مجهولة. الليلة هذه كلها باستهدافات قذائف مدفعية هاوزر قوات كابتر، يعني إشي مرعب مرعب مرعب، عمرنا ما شفناه عمرنا ما شفناه، وإن شاء الله يا رب عمري ما بشوفه. ولما أخذونا اليهود وطلعونا قالوا لنا أطلعوا، أخذ أول شيء الشباب طلعوهم ما فوق السن 16 طلعوهم، الله يعلم أكثر إيش صار فيهم. بعدين إيش إحنا أجل نسوين بعد هيك طلعونا ومشونا مسافة بعيدة وامشي وفيش أكل فيش مية، مش قادرين نمشي المشوار بعيد، والذل يعملوا هيك يقولوا لنا سووا هيك يتمسخروا علينا. خش طب دب الدنيا طخر عنا حوالينا، خشنا الجرافات وما ولا واحد قدر يقف، يعني كل من الشباك تقدرش تحرك ايدك تقدرش تحكي، وتحصرنا. والصبحيات لما نطلع لما شقشت الضوء قرب الدبابات علينا بشكل مش طبيعي يعني. وبعدين طلعت المرأة كبيرة بالراية البيضاء وفتحنا الباب وطلعنا وقال